أخبار اليوم. تقدم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد العقيد أحمد عبد النبي بيومي، والذي استشهد مساء أمس خلال أدائه لمهامه بشمال سيناء، وقام بتقديم العزاء لأسرة الشهيد الذي لبى نداء الواجب بكل الشجاعة والتضحية في إنكار فريد للذات وإيمان لم يتزعزع بقدسية المهام المكلف بها للدفاع عن مصر. حضر الجنازة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.